إن ما حصلتم عليه اليوم في تلك اللحظة الدقيقة والفارقة من عمر الوطن، من استحقاق رئاسي كثاني استحقاقات خارطة المستقبل التي توافقت عليها القوى الوطنية المصرية، جاء كنتيجة مستحقة لما قدمتموه من تضحيات على مدار ثورتين مجيدتين في 25 يناير و30 يونيو، استهدفتم فيها تحقيق العيش الكريم والحرية والكرامة. أبناء مصر الكرام، أتوجه إليكم جميعا رجالا ونساء، شبابا وشيوخا، بأسمى آيات الشكر والتقدير على ما قدمتموه من نموذج ديمقراطي مشرف. أشكر ملايين المصريين الشرفاء داخل الوطن وخارجه الذين اصطفوا أمام صناديق الاقتراع من أجل كتابة مستقبل مصر، وأشكر قضاة مصر حراس العدالة الذين أشرفوا بنزاهة وشفافية على العملية الانتخابية، كما أتوجه بالتقدير والعرفان للمجهود المدني الذي بذله رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية، جناحي أمن الوطن، من أعمال لتأمين الانتخابات بعزم واقتدار. والشكر أيضا للإعلام المصري لما قام به من تسجيل موثق للعملية الانتخابية، أتاح للمواطن المصري حقه في معرفة الحدث لحظة بلحظة. وأتوجه بتحية خاصة للسيد حمدين صباحي المرشح الرئاسي، والذي وفر فرصة جادة لتحقيق المنافسة الانتخابية، وأقول له وللمصريين جميعا إنني أتطلع إلى استمرار جهدكم وعزمكم في مرحلة البناء المقبلة. أبناء الشعب المصري العظيم، أخاطبكم جميعا، لقد أديتم ما عليكم وحان وقت العمل، العمل الذي تنتقل به مصرنا العزيزة إلى غد مشرق ومستقبل أفضل، العمل الذي يعود به الاستقرار لهذا الوطن لينطلق إلى أفاق التقدم والرقي الذي يستحق هذا الشعب العظيم. إن المستقبل صفحة بيضاء، وفي أيدينا أن نملأها بما شئنا، عيشا وحرية وكرامة إنسانية وعدالة اجتماعية. فإذا افترقنا نقول قد أخطأنا في حق الوطن وأنفسنا وأبنائنا، وإن تعاوننا على العمل والبناء سنملأها بما نتمنى لوطننا من رفاهية وازدهار، وبما نأمل لأبنائنا من عزة وفخار، وما نرجوه لأنفسنا من عيش كريم وانتصار. إن ثقتي بالله عز وجل ثقة مطلقة بلا حدود، كما أثق بوعيكم بما يواجه الوطن من مخاطر، فلنعمل معا بنية صادقة وإصرار على تحقيق النجاح، نبتغي رفعة الوطن ومصلحة الشعب. أجدد شكري وتقديري واحترامي للجميع. حفظ الله مصر وحفظ شعبها الأبي، وتحيا مصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.